وفي ظل هذه النتائج تقوم الأمانة العامة بالتحضير لتهيئة النواب الجدد لممارسة العمل البرلماني رقابيا وتشريعيا من خلال برامج ورش متخصصة. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مدير مركز الدراسات والتدريب البرلماني السيد محميد المحميد. بعد التحية سيد محميد، طبعا 95% من أعضاء مجلس النواب هم جدد، فما هي البرامج المطروحة لتهيئتهم للعمل البرلماني بشقيه طبعا الرقابي والتشريعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نبارك لمملكة البحرين قيادة وشعبا نجاح العرس الانتخابي. انطلاقا من توجيهات صاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة لتثقيف أصحاب السعادة النواب، خصوصا حسب ما ذكرت أن 95% منهم نواب جدد. نعم. رتأت الأمانة العامة عمل برنامج تدريبي تعريفي حول الثقافة البرلمانية وبمتابعة من سعادة المستشار راشد محمد بن نجم الأمين العام لمجلس النواب. تم وضع برنامج تدريبي كامل انطلقنا فيه من اليوم، راح إن شاء الله يستمر حتى نهاية شهر ديسمبر. يتضمن العديد من المواضيع الرقابية والتشريعية والخدماتية وأيضا في الدبلوماسية البرلمانية. من ضمن هذه الدورات إن شاء الله راح تنطلق بكرة، راح تكون عن اختصاصات المجلس النيابي والمجلس البلدي، الشعب البرلمانية ولجان الصداقة، اللائحة الداخلية، الاقتراح برغبة، السؤال البرلماني، لجان التحقيق والاستجواب، الاقتراح بقانون والمشروع بقانون، يعني كافة الأدوات التشريعية والرقابية، بجانب مناقشة برنامج عمل الحكومة. لابد أن النواب الجدد في بداية الدور إن شاء الله راح يناقشون برنامج عمل الحكومة الموقر القادم، فأيضا راح نطرح عليهم كيفية المناقشة، آلية عمل اجتماعات اللجان، آلية إدارة الجلسة وكيف تكون هناك جلسة للنواب حسب توجيهات معالي المستشار أحمد الملة. نعم. راح تكون هناك جلسة محاكاة للنواب الجدد، راح نجيبهم إن شاء الله إلى القاعة المجلس ونقيم جلسة محاكاة، كيف يكون التصويت، كيف تطلب نقاط النظام، كيف يتم المناقشة. نعم. وغيرها من الأمور. هذا بجانب ورشة عمل عن آلية التعامل مع تقارير ديوان الرقابة المالية، ودورة فردية حول التعامل مع الوسائل الإعلامية. لابد لنا أيضا أن نهيئ أصحاب سعادة النواب خصوصا الجدد بالعمل البرلماني في الثقافة البرلمانية، وأيضا كيفية التعامل مع الوسائل الإعلامية. وكل هذا العمل تبقى الأمانة العامة لمجلس النواب، الجهة الداعمة لأصحاب سعادة النواب في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. وهذا ويأتي هذا البرنامج التعريفي يتقف بتوجيهات المعالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب الحالي. السيد محميد المحميد مدير مركز الدراسات والتدريب البرلماني، شكرا جزيلا لك.